رشا نبيل تفتح ملف الصناعات المصرية في 10 مساء مع رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، وتناقش دور مستقبل طيار الإسلام السياسي في الانتخابات البرلمانية القادمة مع الدكتور عمار علي حسن وصلاح عبد المعبود القيادي في حزب النور، وتسأل كيف يمكن أن يتعامل الفن مع انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع مع المخرج مجدي أحمد علي والمنتج جمال العدل. انتظرونا الليلة في 10 مساء مع رشا نبيل.